ما أريد من هذا الشعب إلا أن يزيد في الحمد والشكر إلى الله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل. هذا اللي أنا أدوره من شعبي، وربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا على ما يحبه ويرضى. بفضل شخصيته القيادية ورؤيته الإبداعية، استطاع أن يكون من بين الشخصيات البارزة والمرموقة في مجال الاستشارات الضريبية. الدكتور حمد الشامسي، المدير التنفيذي لشركة برستيج للتدقيق والاستشارات الضريبية، كفاءة إماراتية نفتخر بتواجدها اليوم معنا. انتظرونا. طبعا الشكر ما يوفي بحق شيوخنا وحكامنا. هذه القيادة الحكيمة، هذه القيادة يعني الرشيدة اللي ساعدتنا وساعدت كل مواطن يعني على الوصول اللي وصلوه الشباب الإماراتي، على التطور، على حجم التطور وحجم التميز اللي نحن فيه اليوم وشبابنا. مشاهدين أوفياء برنامج لآلاء الاتحاد، أسعد الله أوقاتكم. الاستضافات المتميزة للشخصيات البارزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لا زالت متواصلة. اليوم نحط الرحال بدانة الدنيا بإمارة دبي، وبالتحديد مع الدكتور حمد الشامسي، المدير التنفيذي لشركة برستيج للتدقيق والاستشارات الضريبية، كفاءة إماراتية استطاع بفضل معرفته الدقيقة أن يتميز ويتألق. مرحبا أستاذي. أهلين وسهلين وحياكم الله. أهلين بحضرتك. في البداية سعيدون جدا ومسرورون بتواجد حضرتك معنا بالبرنامج. أنا أسعد الله يسلمك، حياكم الله. إذن في البداية أستاذي، سوف نتحدث عن قصة نجاحك المميزة والاستثنائية التي ابتدأت ولا زالت متواصلة داخل دولة الإمارات. نريد أن نتعرف عن شخصك الكريم أكثر، عن المحطات العملية والعلمية التي ساهمت في مسيرتك الناجحة لليوم. بداية حبيت أن أرحب فيكم، وأهلا وسهلا فيكم، وجزاكم الله خير على هذه المقابلة. طبعا كمحطة أولى دائما نبتدي نحن بالمحطة اللي هي المحطات العلمية والدراسية. أنا في محطاتي، المحطة الأبرز كانت حصولي على بكالوريوس إدارة الأعمال قسم المحاسبة في 2006، وبعدها طبعا حصلت أيضا على درجة الماجستير من جامعة وولونغونغ في 2008، وبعدها في 2014 حصلت على درجة الدكتوراه في القانون المالي. ايضا حصلت على عده شهادات اخرى، في دبلومه في الكوربريت تاكس في ارباح الشركات، دبلومه ايضا في ضريبه القيمه المضافه، حصلت على الشهاده المهنيه ACCA، حصلت على شهاده الزماله، والحمد لله يعني نحن في تعلم مستمر دائما. يعني مهنه المحاسبه والضريبه تتطلب مننا نحن دائما نتعلم وباستمرار ونواكب التطور اللي يحصل في هذه المهنه. أما من ناحية المحطات العملية، فأنا يعني عملت في القطاع الخاص وأيضا في القطاع الحكومي، وعلى مدى سنوات طويلة. بديت أعمل وأنا في عمر 18 سنة، عملت كمساعد محاسب في القطاع الحكومي، وفي وقتها كنت أيضا أشتغل وأدرس في نفس الوقت، وتدرج طبعا بالوظيفة من مساعد محاسب لمحاسب لمحاسب رئيسي، وبعدين لمدقق، وبعد ذلك لرئيس قسم، وبعد ذلك مدير إدارة، ومؤخرا لمدير تنفيذي.
فالحمد لله يعني بديت من الصفر في المجال وفي المهنة هذه، وتنوعت بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فهذا كان له دور كبير في صقل الشخصية، في صقل الخبرة، في صقل يعني الشكل أو الخبرة اللي طلعت فيها حاليا. إذا مثل ما ذكرت أستاذي، استطعت أن تصقل مهاراتك التعليمية بالارتقاء في مختلف إذا وظائف السلم أو في السلم الوظيفي بحصولك على مختلف الوظائف، لكن مثل ما تعلم أن مجال المحاسبة والاستشارات الضريبية مجال حساس، مجال دقيق جدا. لو تذكر لنا أبرز الصعوبات التي مررت بها في هذا المجال. يعني في البداية حبيت أمهد قبل لا أرجع لسؤالك. أنا في ظل الرحلة هذه، رحلة الدراسة والعمل، أيضا صرت يعني اجتهدت أكثر ودخلت في مجال القانون والمحاسبة، فصرت خبير مالي وضريبي في جميع محاكم الدولة سواء الاتحادية والمحلية. أيضا صرت في مصفي قضائي ومحكم دولي في القضايا يعني المحاسبة والضريبة. أيضا تم اعتمادي كمدقق مالي في وزارة الاقتصاد بعد الحصول على الزمالة الإماراتية، فهذه أيضا محطات يعني كانت تعتبر نوع من التحديات والصعوبات إلى حين يعني الحصول عليها في حياتي العملية. فالتحدي الأكبر اللي واجهه يعني كل شاب في بدايته، مرحلة الحصول على الخبرة، مرحلة التعلم، هذه تحديات يبتديها وتستمر معه وهو ماشي حتى في حياته. في مجال المحاسبة وفي مجال الضريبة التحدي الأكبر اللي هو التطور الكبير اللي قاعدة تشهد الدولة حاليا من قبل وحاليا. المجال هذا مجال يعني كبير جدا، بحر كبير أنت لازم يعني تتعلم منه، سواء لأن التطور يعني على المستوى العالمي والمحلي. التطور العالمي، المهنة بتطور مستمر. في المجال المحلي مؤخرا يعني على مدى يعني الفترات الماضية أو السنوات الماضية لاحظنا أن الدولة أبدت اهتمام كبير في مجال المحاسبة ودخلت موضوع الضريبة في تعاملاتنا يعني التجارية. هذا كله كان له تأثير علينا نحن كمحاسبين كمدققين في أن نحن لازم نرتقي بمهنتنا، لازم نرتقي بخبرتنا على أساس أن نواكب التطور هذا اللي حصل. دكتور حمد، نعلم جيدا أنه لتجاوز هذه العقبات وتحديات الطريق لابد من وجود أشخاص داعمين لنا، مساندين لنا. هؤلاء الأشخاص بمثابة جنود خفاء، من خلال دعمهم النفسي ورسائلهم الإيجابية يستطيعون أن يسيرون بنا نحو نسج طريق أفضل للنجاح. من هم هؤلاء الأشخاص الذين أثروا في حضرتك؟ على مدى تقريبا 23 سنة حاليا، اللي هي مجموع الخبرة اللي حصلت عليها، في أشخاص، في ناس كانت قدوة لي في مجالي، وفي ناس كانت داعمة لي. هم أشخاص كثار، ولكن يعني ما بقدر أحددهم بالاسم، ولكن هم يعني بالأخص هم الأسرة. الوالد الله يحفظه ويطول في عمره هو قدوتي، وهو يعني الداعم الرئيسي لي، والأسرة الكريمة هي اللي كانت الداعم الأول دائما. أيضا يعني قدوتنا وداعمينا يعني شيوخنا وحكامنا الله يحفظهم ويطول في عمارهم، يعني من رئيس الدولة للنائب للرئيس مجلس الوزراء والحكام كلهم، يعني هم قدوتنا وهم اللي الداعمين، يعني دعمهم لا محدود للشعب وللشباب الإماراتي والشاب المواطن. يعني يعني جزيل الشكر لهم والله يطول في أعمارهم ويحفظهم. إذن مثل ما ذكرت دكتور حمد أن مجال الاستشارات الضريبية ومجال المحاسبة ومجال الخصب مجال متجدد بامتياز، يشهد العديد من التطورات ويتطور مع تطور دولة الإمارات العربية المتحدة. رغم كل هذه الدقة في المجال والتجدد، استطعت اليوم أن ترسم خريطة اسم متميز لك في ظل هذه المنافسة العالية وشديدة المعروفة داخل دولة الإمارات. كيف تمكنت من ذلك؟
الحمد لله، يعني هو دائما يعني توفيق من الله يعني سبحانه وتعالى، هو اللي يوفقنا وييسر أمورنا دائما. التحدي كبير في البدايات كان، خاصة أن أنا كنت يعني أدرس وأشتغل في نفس الوقت وكان عندي أسرة، فهذا ضغط كبير وتحدي كبير أنا واجهته في البداية. وبعدين يعني صار التحدي الأكبر أن أنا كيف يعني كيف أبرز نفسي في كيف أتميز تعليميا وكيف أتميز في مجال العمل، فهذا كان تحدي ثاني. وبعدين لما صرت أفكر يعني كيف أنا أقدر يعني أدخل في مجال، يعني كنت أنا موظف حكومي، كيف أقدر أصير يعني أبدأ مشروعي في القطاع الخاص. فجتني، وبما أن أنا أوردي محاسب أو كنت وقتها محاسب أو مدقق، ففكرت في مجال التدقيق ومجال الحسابات، وبدأت طبعا الفكرة بأول مكتب لي في مدينة العين، مكتب برستيج للتدقيق. الحمد لله وقتها يعني كنا في 2015، كان وقتها عدد المكاتب محدود، كان التشجيع كبير من الأسرة، وكان تشجيع كبير أيضا من الدولة أنها تدعم الشاب الإماراتي. افتتحت مكتبي في 2015-2016 تقريبا، وبديت يعني كان مكتب الذكرى في موظف وموظفين وقتها. ومن هناك الحمد لله الله وفقنا ودخلنا في المشاريع الحكومية، وأيضا دخلنا في القطاع الخاص وخذينا عدد كبير من العقود، وبعدها أيضا كبرنا بالتدريج، فتحنا مكتب دبي، وبالتدريج أيضا يعني الحمد لله الله فتح علينا وبدينا ندخل في العقود الكبيرة مع الحكومة ومع القطاع الخاص. والحمد لله التوفيق دائما من الله، الواحد يسعى كثر ما يقدر والتوفيق دائما من الله. اليوم مكتب برستيج، مكتب يعني رغم يعني قصر عمره تقريبا في حدود 10 سنوات، إلا أنه يعتبر يعني من المكاتب الرائدة، من المكاتب المعروفة في إمارات أبوظبي ودبي وحتى الإمارات الأخرى. اليوم عندنا عدد موظفين مؤهلين معتمدين من الهيئات في الحكومة، وأيضا على يعني على خبرة واسعة وشهادات يعني عالية في مجال المحاسبة والضريبة. اليوم عدد أفراد المكتب يتجاوز 20 شخص، منهم أيضا مواطنين ومنهم غير مواطنين بعدة تخصصات. صحيح أن في مجال المحاسبة، لكن أيضا في مجال المحاسبة في تخصصات الخبراء عندنا يدعمون كل التخصصات في وكل الخدمات المالية تقريبا اليوم نقدر نقول أن احنا قاعدين نقدمها في مجال الضريبة أيضا، وفي مجال المراجعة، وفي مجال الخبرة القضائية، بما أن نحن أيضا خبراء معتمدين من محاكم الدولة، أنا بالإضافة إلى عندنا خبراء مواطنين وغير مواطنين معتمدين أيضا. فنحن الحمد لله نشكل فريق أقدر أقول أنه يعني يقدر أنه يخدم سوق العمل، يقدر أنه يعني يبرز شكل المكتب بشكل إيجابي، والحمد لله يعني نفتخر بهالشيء. إذن بكل الخبرات التي كنت ملم بها قررت الانخراط في القطاع الخاص، استطعت أن تبلور فكرتك من مجرد فكرة إلى مشروع قائم الذات ومؤسسة خاصة في حضرتك اليوم. إذن اليوم بما أننا متواجدون في شركة برستيج الخاصة بحضرتك، وكما أسلفت الذكر عن جميع هذه الخدمات التي تقدمونها اليوم، نتحدث أستاذي الكريم عن أن السوق الإماراتية هي سوق تنافسية بامتياز، وهذا المجال لا يخلو من تحديات. لو تذكر لنا أبرز التحديات التي تمرون بها يوميا، وأكيد لحضرتكم ولنظركم العديد من الآليات لمجابهة مثل هذه التحديات. التحدي الأكبر في المهنة هذه لمواجهة السوق أن أنت كيف تحصل على محاسب مؤهل أو مدقق مؤهل أو وكيل ضريبي مؤهل أنه هو يمثل المكتب. فهذا كان التحدي الأكبر اللي هو يعتبرون يعني الصف الأول في مكتب برستيج. متى ما أنت تمكنت أنك أنت تشكل الفريق هذا وتحصل على الفريق هذا وتقدر تتفاهم أو تعمل معاك أسرة،
هني انك انت تواجه العقبة الثانية اللي هو السوق الخارجي، اعتقد بيكون متى ما جهزت بيتك انك تواجه السوق ما بيكون بالصعوبة الكبيرة. اليوم في مكاتب كثيرة، ولكن نحن ايضا نعتبر مكتب مكاتب المميزة في السوق. التحدي اللي نحن قاعدين نشوفه اللي هو التغيرات الكبيرة في السوق، مكاتب جديدة تطلع، مكاتب تغلق، القوانين تتغير بشكل كبير لمواكبة يعني التطور العالمي. فنحن دورنا نحن كيف نواجه هذه، نتسلح بالعلم، نتسلح بالخبرة طبعا، كيف يعني نساعد الناس ونساعد الشركات هذه يعني لتخطي العقبات، سواء في الضريبة، في المحاسبة، في المراجعة. فنحن يعني نحاول يعني كثر ما نقدر ان نحن نوقف مع الناس، ننورهم كبداية، سواء بالورش التعريفية اللي المكتب يكون فيها للقطاع الخاص او الحكومة، ننورهم وين يعني مهنة المحاسبة ومهنة الضريبة هذه وين واصلة، وشو التطور اللي قاعد يصير فيها، ومدى حاجة السوق يعني للمهنة هذه. اليوم الناس ما تعرف شو المحاسبة بالضبط، ما تعرف شو الضريبة بالضبط، فدورنا نحن أيضا نوصل المعلومة هذه للناس. أستاذ الكريم، البصمة الخاصة التي وضعتها منذ الخطوات الأولى في نشأة هذا المكتب والتي لا زالت متواصلة معك لليوم وتفتخر بها، فيما تتمثل هذه البصمة الخاصة؟ أعتقد يعني أن مكتب برستيج يعني البصمة اللي أنا يعني بديت فيها، أو مثلا الأساس اللي أسست فيها المكتب، كان يعني ممكن أقول على 3 محاور، اللي هو في البداية تشكيل فريق العمل هذا اللي يقدر يعني يوفي متطلبات السوق بجميع الخدمات المالية، هذا رقم واحد. رقم 2 اللي هو طريقة التعامل الفريق مع نفسه. اليوم مكتب برستيج يتعامل كان يعني حتى الفروع تتعامل مع بعض كأنها أسرة واحدة. فأول حاجة عندك الخبرة، عندك طريقة تعامل الفريق مع بعضه اللي هو بيساعد انه يكون كفريق واحد او كقوه واحده. النقطه الاهم اللي هو شغلك مع السوق او مع ستيك هولدرز. الفريق هذا الحمد لله متمكن انه يطرح جميع الخدمات الماليه، ويقدر انه يجذب المستثمرين او يجذب حتى الكاستمر انه يجي ويتعاقد مع المكتب، لانه يعني بداية أن كل الخدمات عندنا من البداية، كمسك حسابات ودفاتر، كتدقيق للشركات، كدراسات جدوى للجماعة المستثمرين الجداد، كتقارير خبرة استشارية للجماعة اللي هم يحتاجونها في المحاكم وفي القضايا. أيضا في مجال الضريبة نحن كتسجيل، بداية كتسجيل وبعدين كعمل إقرارات ضريبية للكاستمر، وكتمثيلهم أمام الهيئات والحكومات كوكيل ضريبي، ومساعدتهم أيضا في مجال التظلمات وفي مجال الريكونسيدريشن والاستردادات. يعني كل تقريبا تقدرين تقولين نحن نقوم بكل الخدمات المالية والضريبية والمحاسبية في مجال المراجعة أيضا. فهذا بصمة يتميز فيها فريقنا، أن نحن اليوم تعال عندنا في مكتب برستيج ونحن نقدر نخدمك بكل من بداية مشروعك كمبتدئ، أو حتى أنت كصاحب شركات كبيرة وتحتاج إلى دعم مالي وتحتاج إلى دعم محاسبي وضريبي. إذن أستاذ الكريم، أكيد لديك الاستراتيجية الخاصة في إدارة الشركة الخاصة بحضرتك. عندما نتحدث عن المستقبل ونتحدث عن التطلعات المستقبلية، وهي مهمة لكل شركة وللاستمرار على وتيرة النجاح، إلى ماذا تتطلعون في المستقبل وكيف ترون شركة برستيج في المراحل القادمة؟ طبعاً طموحنا نحن في مكتب برستيج وفي حمد الشامسي طموحنا لا محدود. يعني من بداياتي أنا يعني كان طموحي وأهدافي كبيرة جدا. طبعا عشان توصل لطموحاتك هذه تحتاج أنت ترتب تعمل أهداف. طبعا الأهداف
في أهداف فرعية وفي هدف رئيسي. الأهداف الفرعية دائما تخدم الهدف الرئيسي اللي تبغى توصل له. الحمد لله وصلنا أهدافنا على مدى السنوات، ولكن الحلم يعني كبير، والهدف كبير أكبر من، يعني كل ما نوصل هدف نطلع اللي أكبر منه، والطموح لا محدود عندنا. فالحمد لله يعني دائما نقول نحن التوفيق من الله، نحن وصلنا يعني للسوق المحلي. أهدافنا أن نحن طبعا نطلع للأسواق اللي خارج الدولة، الهدف يعني القادم. طبعا هذا كله ما بيكون إلا بالتميز وبالإصرار وبالسعي للموضوع هذا. إذن دكتور حمد، قررت منذ الصغر ترك منطقة الراحة واتباع الطموح، واليوم بفضل هذه النظرة الإبداعية استطعت أن ترسم فصول قصة نجاح مميزة واستثنائية. وأكيد مفهوم النجاح ليس بمصطلح غريب عن حضرتك، لو تعرف لنا اليوم مفهوم النجاح. مفهوم النجاح مفهوم يعني نسبي لدى الأشخاص يعني، ولكن مفهوم النجاح عندي أنا اليوم أن تحقيق الأهداف اللي أنت رسمتها في حياتك، أنك توصلها، أنك تعديها، أنك ترسم أهداف جديدة لأن أوردي حققت الأهداف السابقة، هذا هو النجاح. يعني النجاح أنك أنت تحس بالرضا عن نفسك، متى ما حسيت أنك أنت راضي عن نفسك وعن حياتك بشكل عام، يعني سواء الاجتماعية سواء العملية سواء العلمية، متى ما حسيت برضا العام عن نفسك أعتقد أن أنت وصلت للنجاح. إذن دكتور حمد، مثل ما تعلم العديد من مشاهدينا فئة من الشباب ويرون من قصة نجاحك شيئا ملهما لهم. هؤلاء الشباب شباب المستقبل الذين يمشون خطواتهم الأولى في المجال المحاسبي ومجال الاستشارات الضريبية، نصيحة ورسالة تحفيزية وتشجيعية من حضرتك لهم؟ يعني نصيحتي للشباب اللي داخلين مجال المحاسبة ومجال الضريبة، أعتقد أنه من بعد ما يحصل على الشهادة الجامعية أنه يركز على الشهادات المهنية. يعني في مجال المحاسبة ومجال الضريبة أعتقد الشهادات المهنية هي أفضل من يعني درجة الماجستير والدكتوراه، أنه يدخل بشكل عميق في هذه الشهادات، هي اللي بترفع قيمته في السوق، يعني في السوق المحلي أو السوق العالمي. الشهادات المهنية هي ضرورية جدا في وقتنا الحالي. دكتور حمد، دولة الإمارات العربية المتحدة هذه البيئة التي نشأت وترعرعت فيها، وكذلك كانت الحاضنة لقصة نجاحك والدعم الرئيسي لها. نترك لك الآن مساحة خاصة لتوجيه رسالة من القلب إلى القلب إلى قادة وشيوخ هذا البلد. طبعا الشكر ما يوفي بحق شيوخنا وحكامنا، هذه القيادة الحكيمة، هذه القيادة يعني الرشيدة اللي ساعدتنا وساعدت كل مواطن يعني على الوصول اللي وصلوه الشباب الإماراتي، على التطور، على حجم التطور وحجم التميز اللي نحن فيه اليوم وشبابنا. فأعتقد الشكر ما يوفي بحقهم، نحن اليوم لازم يعني نقوم بدورنا يعني عشان يعني نرجع ولو شيء بسيط لدولتنا لحكامنا الله يطول في اعمارهم. ولكن الشكر طبعا لجميع الحكام، طبعا على راسهم يعني حاكم دولة الامارات الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه ويرعاه، وولي العهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وايضا شكر ايضا لرئيس مجلس وزراء الشيخ محمد بن راشد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، وجميع الحكام وجميع الشيوخ الله يحفظهم ويطول في عمرهم. شكر موصول لحضرتك دكتور حمد على هذا اللقاء المميز، نأمل لك المزيد من النجاح والتوفيق في المستقبل. الله يطول في عمرك، مشكورة، جزاكم الله خير. شكرا. أعزائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لليوم. انتظرونا الأسبوع المقبل مع قصة نجاح جديدة. دمتم في حفظ الله.